بسم الله الرحمن الرحيم. انا دكتور نهى بالوفاء استشاري طب الاطفال. النهارده هنتكلم عن قصر القامه. قصر القامه عند الاطفال طبعا بتبقى سببها سبب وراثي، ممكن بتبقى سببها ان الام قصيره شويه او الاب او حد من الجدود، حد من الخلان، حد من العمام، فبتبقى حاجه وراثيه. دي بتبقى اغلبيتها حاجه وراثيه. ممكن طبعا تبقى سببها لو في قصور في الغده الدرقيه، ممكن يحصل قصر القامه برضو لو كان الطفل بيعاني من قله او سوء تغذيه بسبب نقص في البروتين، لو كان عنده مشاكل في العظام او مشاكل في الغضاريف. طبعا الام لازم تاخد بالها او لازم تبقى متابعه مع طبيب عشان باستمرار دايما يقيس له الطول بتاعه. الطفل النورمال او الطبيعي بيبقى 50 سنتي اول ما بيتولد، لما بيكمل سنتين بنزيد 12 سنتي، لما الطفل بيكمل 3 سنين بيزيد 3 سنتي، بعد كده بقى من 4 سنين بيبقى 5 سنتي كل سنه. طبعا الولاد بيبان طولهم اكتر في وقت البلوغ، الولاد الذكور بيبقوا لغايه 20 سنه بيطولوا، والبنات لغايه 18 سنه. فطبعا الام لازم تاخد بالها ان الطفل ده نموه زي زمايله، او دايما تبقى متابعه مع الطبيب عشان يقيس طوله باستمرار. لو لاحظنا ان عنده قصر في القامه فنبدا ان احنا نحقنه بهرمون النمو. هرمون النمو ده ما فيش فيه خطوره خالص، احنا بنديه في الفتره اللي هي قبل البلوغ علشان خاطر الطفل يوصل لطول النورمال، مش عشان يطلع طويل او حاجه، بس يوصل حتى للطبيعي للنورمال. بنبدا ان احنا نديه باستمرار، بيبقى حقن تحت الجلد، بتبقى تقريبا كل اسبوع حقنه لغايه ما الطفل بيبدا يفرد شويه طول. فطبعا اللي بتلاحظ الموضوع ده الام اكتر، وطبعا الطبيب لو متابعه معاه اكتر بيبان قوي انها بتبقى عامل له دايما كيرب للطول. لو لاحظ ان الطفل ده مش ماشي بالكيرب المعدل الطبيعي بتاعه، فدايما طبعا بتنصح الام ان يتجه لحد غدد علشان يتحقن بالهرمون النمو. وطبعا الموضوع ده مهم جدا، لان طبعا بيأثر نفسي على الاطفال. لو الطفل حس ان هو قصير شويه في الكلاس عن بقيه زمايله، دي بتاثر نفسيا جامد قوي عليه، بالذات لو ولد. فلازم نخلي بالنا قوي من حاجه زي كده عشان نلحق الطفل في الوقت المناسب قبل ما سنه يكبر على الحقن. اهم حاجه الام تاخد بالها من تغذيه الطفل، بالذات انها تديله بروتين باستمرار. تاخد بالها ان مفيش اكل بياخده ناقص طول اليوم، لازم ان هو يكون بياخد كل العناصر الغذائيه بتاعته، يكون بياخد النشويات بتاعته، بياخد البروتينات والفيتامينات، وبياخد الفيتامينات بتاعته باستمرار، بياخد فاكهه، بياخد خضار، بيشرب لبن باستمرار. طبعا الولاد لغايه عمر 3 سنين بيبقى ليهم من سن سنه ل3 سنين اللبن المناسب ليهم، غير اللبن البقري بتاعنا. لازم تاخد بالها قوي من التغذيه، لان قله البروتين بيعمل مشكله كبيره في النمو. طبعا لو حست برضو ان هو قصير شويه بنعمل التحليل بتاع الغده الدرقيه، لو لقينا ان في كسل في الغده الدرقيه بنبدا ندي ادويه علشان خاطر تخلي الغده الدرقيه تبقى طبيعيه فالنمو ما يتاثرش. والام طبعا لازم تخلي بالها لو لاحظت ان في الام او وجعك في الظهر او الام في المفاصل، او الطفل دايما بيشتكي من اي حاجه في المفاصل بتاعته في عظمه، لازم تتوجه لحد عظام، لان ده برضو ممكن ياثر على النمو. طبعا لو الطفل عنده لا قدر الله فقط حد من الاب او الام، يعني بقى عنده حرمان عاطفي، ده برضو ممكن ياثر في قصر القامه. فالحاجات النفسيه دي بتبقى مهمه جدا، يعني الطفل لازم الام تبقى قريبه منه جدا، والاب نفس الكلام، يعني يحتووه علشان ما يحصلش الموضوع ده. الطفل لما بيبقى مهمل او فقد حد عزيز عليه قوي ممكن برضو يوصلنا الى قصر القامه. ونتمنى صحه جيده لاطفالنا.